السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم على قناتكم قناة سبورت ديزات. قبل كل شيء لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد ومن أجل دعمنا لنشر المزيد إن شاء الله. أعزائي المشاهدين، اليوم ستكون مقارنة جد رهيبة بين جيون ارس 8 اتش دي بلس وسات ايليميتيك 4040. يعني هذا الجهازين انا اشتريتهم، يعني سات ايليميتي منذ 3 سنوات وهو عندي، اما جيون فتقريبا مدة عام تقريبا وهو عندي، يعني تجربة استطيع ان افيدكم بها. يعني سنبدأ الان بسات ايليميتي. سات ايليميتي هو جهاز يعني إليميتي، يعني جهاز به سيرفر غير منتهي الصلاحية، يعني سيرفر رائع جدا إذ كان في أحسن أيامه. يعني سيرفر هو غير منتهي الصلاحية، أنا منذ 3 سنوات وهو عندي ولحد الآن لازال يشتغل بدون أي مشاكل. يعني جهاز رائع لكن لديه بعض السلبيات، وهي أنه سيرفر في الكثير من الأحيان لا يريد أن يتفعل. يعني أنا حولته إلى تايجر أفويت، يقبل تحويل إلى تايجر أفويت أو أفويت ألترا، يعني يصبح جهاز رائع جدا. أنا لمدة عامين أعزائي المشاهدين، لمدة عامين لم يحدث معي أي مشكل، وشاهدت تقريبا جميع المباريات وبدون أي مشاكل. لكن الآن مشكلته هو الآن أصبح السيرفر لا يتفاعل وأصبحت فيه عدة مشاكل، منها هذه المشاكل وهي أنه السيرفر دائما لا يشتغل لا ندري، وقلة التحديثات. هذا الجهاز ليست مهتمة به الشركة وبه سيرفر فانيلا أعزائي المشاهدين، وليست لديه تحديثات كثيرة، فلهذا لديه مشاكل كبيرة في السيرفر. أما في الأيام الأولى فكانت جيد جدا، خاصة في التايجر أفويت، نحن نتمنى أن يعود كما كان، لكن الآن أصبح جهاز سيء جدا في العام الأخير، لهذا اضطريت إلى شراء جيون ار اس 8 اتش دي بلس. وكان عندي هذا الجهاز أيضا جيون 2500 اتش دي، هذا جهاز قديم منذ حوالي 2012 اشتريته، كان جهاز قديم لكنه كان ايضا به مشاكل. هذا الجهاز جيون كان به مشاكل تقطعات وكان به عدة مشاكل. اما الان فانا استعمل هذا الجهازين. اما سات ايليميتي فقلت لكم هذه هي سلبيته، واما من حيث جودة الصورة لديه جودة صورة رائعة جدا، انظروا كما تشاهدون جودة صورة رائعة، ولكن مشكلته الآن هو السيرفر أعزائي المشاهدين لا يريد التفعيل. ويعني يتفعل الآن عندما تريد أن تفعل السيرفر، الآن يتفعل ويشتغل عادي، لكن في المباريات يجب عليك أن تضع له الإنترنت في ساعتين أو 3 ساعات قبل المباراة، ولا تقطعها لكي لا يذهب السيرفر. أما عن الإضافات التي في هذا الجهاز فهي كما تشاهدون الإضافات به هنا الوقت، به يوتيوب، فيه كثير من الأشياء الرائعة. هذا الجهاز هنا لتفعيل الإنترنت، في اليوتيوب وإكسترام أي بي تي في، هذا ما فيها أشياء ليست بالكثيرة. ليس هنا السيرفر، انظروا كيف يأتي السيرفر 8899. ليست بإضافة كثيرة، يعني باندا، هذا سيرفر باندا لكنه لا يشتغل. فانيلا، هذا هو السيرفر لا يريد التفعيل، عندما تفعله لا يتفعل، هذا هو مشكلته الآن. وفيه يوتيوب وإكسترام اي بي تي في، هذه لإدخال اي بي تي في، هذا ما فيه، أشياء قليلة جدا ليست فيه أشياء كثيرة. ولكن كما قلت لكم أنا من حيث استعماله كان رائع جدا،
من حيث مشاهدة المباراة لكن الآن أصبحت به مشاكل كثيرة وكثيرة وكثيرة لحد الآن. أنا الآن لا أنصحكم بهذا الجهاز، الآن لا أنصحكم بهذا الجهاز لأنه أصبح سيء جدا. في أيامه الأولى العامين الأولين أعزائي المشاهدين كان رائع جدا، لكن الآن أصبح سيء جدا، أصبح سيء جدا، لا تستطيع أن تتكل عليه في المباراة. يعني ما تكلش عليك، يكون عندك تكون مباراة قوية أو شيء من هذا القبيل ما تكلش عليه، تنقطع الإنترنت أو تعود يصبح لا يشتغل. يعني الآن أصبح سيء جدا، نتمنى عودته كما كان في الأول. كان عندما يتفاعل لك السيرفر يكون ثابت جدا، وخاصة تايم شيفت، به تايم شيفت رائعة هذا الجهاز، تايم شيفت خرافية. لكن بقي مشكل السيرفر، السيرفر به مشاكل عديدة. وأيضا هذا الجهاز أصبح الأجهزة الجديدة التي تخرج الآن هو بمثل هذا، تشاهده هكذا كهذا الجهاز، لكن به سيرفر منتهي الصلاحية عام وينتهي. هذا جهاز قديم أعزائي المشاهدين، اشتري جهاز قديم سات إليميتي عمره 3 سنوات أو 4 سنوات ولا تشتري الجديد. الجديد أصبح فيهم سيرفر ينتهي، محدود، يعني محدود، سيرفر محدود، ليس كالأجهزة القديمة. الأجهزة القديمة هو يعني نفسه كما تشاهد هذا تشاهد الآخر، لكن الآخر يشتغل لك عام أو عام ونصف ويتوقف. هذا يشتغل يعني غير محدود 10 سنوات أو أكثر، يعني عكس الجديد، الأجهزة الجديدة. إذا أنا أنصحكم بشراء جهاز قديم سات إليميتي 40-40 أو 30-30 أو 80-80 أو 60-60، هذه كلها أجهزة متشابهة، لكن أنصحكم بالتي تكون قديمة في عمرها 3 سنوات أو 4 سنوات. أما الآن أعزائي المشاهدين، هذا كل شيء عن جهاز سات إليميتي 40-40. الآن نذهب إلى جهاز جيون. كما تشاهدون على سويت ميني اتش دي بلس، اشتريته منذ عام تقريبا، لم ينتهي السيرفر لحد الان، بقي 3 اشهر او شيء من هذا القبيل. سوف نذهب الى جيون على سويت ميني اتش دي بلس، هذا هو سوف ياتي. هذا هو الجهاز اعزائي المشاهدين، جيون على سويت ميني اتش دي بلس. يعني هذا الجهاز رائع، الان انصحكم بشراء هذا الجهاز، جهاز رائع جدا، به سيرفر فون كام، يعني به تحديثات كثيرة، يعني الشركة المصنعة تهتم بتحديثات هذا الجهاز عكس سات إليميتي، وأيضا به إضافات جيد جدا، إضافات جيدة جدا، يعني عكس سات إليميتي، عكس سات إليميتي ليست به إضافات. يعني عندما تذهب إلى تطبيقات الشبكة أعزائي المشاهد ليس لا توجد إنترنت، سوف نفعل الإنترنت وسوف ترون، سوف أفعل الإنترنت وأعود لكم أعزائي المشاهدين. نعم أعزائي المشاهدين، ها قد فعلت لكم الإنترنت وسوف نرى الإضافات. سنذهب إلى تطبيقات الشبكة، إضافات، شوفوا لي كي نرى إذا فعلت الإنترنت أم لا. لم تفعل لحد الآن، سوف نبحث عن الواي فاي. استشارات قانونية وأجوبة لاستفساراتكم مع محمد عبدون ضمن برنامج. فكما تشاهدون أعزائي المشاهدين، ها قد اتصل الجهاز بالإنترنت. سوف نذهب لنرى إضافات. ها قد اتصل السيرفر أعزائي المشاهدين، مجرد ما وضعت الإنترنت مباشرة تفعل السيرفر عكس سات إليميتي، وسوف تمل من إعادة المحاولة لكي يتفعل السيرفر، سوف يتعبك كثيرا. ونشاهد تطبيقات الشبكة، الأبولو هذا لا يوجد في سات إليميتي، أبولو هذا لا يوجد في سات إليميتي، هو بمثل الاي بي تي في، تخلص تدفع مبلغ مالي محدد، يعني هو عندما تشتريه تأتي معه 3 أشهر أبولو مجانا من عنده 3 أشهر، وعندما تنتهي لك يعني تذهب إلى محل الذي يبيعون فيه سيرفر او المختصة بأجهزة الاستقبال، فتشتري سيرفر ابولو وتشاهد بالانترنت، يعني لا تحتاج الى اشارة او من هذا القبيل، يعني انترنت فقط، تكون انترنت قوية 4 ميجا فما فوق، تستطيع ان تشاهد مباراة ببي ان سبورت العربية او اي قناة تريد ان تشاهدها هنا، كل قنوات العالم، لكن يجب ان تكون لديك انترنت قوية واشتراك ايضا. وهنا يوتيوب عادي الاخر ايضا فيه،
هذه نتفليكس، هذه تي في، هذه لا توجد أي خاصية، لا توجد في السيرفر الآخر. أعتقد أنها خاصية الأفلام، أو أيضا الذي تدفع مبلغ مالي. هذه التحديث من الإنترنت الآخر، في هذه ار اس اس، هذه لا توجد في سطح إليميتي. نت لاينك، هذه لا توجد أيضا في سطح إليميتي. إكسترايم أي بي تي في توجد في سطح إليميتي. راديو توجد. وقرآن الكريم أيضا، في خاصية القرآن الكريم أعزائي المشاهدين، هي خاصية رائعة جدا، بها بصوت على ما أظن مشاري العفاسي، بصوت العفاسي. نعم، القرآن الكريم 60 حزب هنا في الجهاز، تأتي معه من المصنع، يعني خاصية رائعة جدا. وايضا موبيل ابليكاسيون، هذه تدخل فيها، يعني تحمل تطبيق، هذا التطبيق من موقع جوجل بلاي، هذا التطبيق تحمله من جوجل بلاي وتصور هذه الايقونة هنا بوسط التطبيق، وتصبح تتحكم بالجهاز بالهاتف. يعني خاصية رائعة، عندما تتعطل لك الريموت، هذا الريموت كنترول تاع الجهاز، يعني تصبح تتحكم بواسطة الهاتف فقط، بالهاتف يصبح ريموت كنترول، تصبح تتحكم في الجهاز 100%. يعني إضافة جيدة جدا. أما عن جودة الصورة، فجودة رائعة جدا. أما سلبيات هذا الجهاز، فسلبيته هو أن سلبيته دائما تبقى في التايم شيفت. تايم شيفت يعني القنوات الفرنسية والألمانية. الفرنسية والألمانية لا تستطيع أن تعمل لهم تايم شيفت. يعني الدور الإنجليزي الممتاز هو أمتع دوري، يعني لا تستطيع أن تضع التعليق العربي. ويعني إيجابية نسيتها أعزائي المشاهدين عن هذا الجهاز، وهو أن به راديو قنوات بي إن سبورت، قناة بي ان سبورت عن طريق الاوديو، تضغط على اوديو فيظهر لك هذه القناة. لكن انا بالنسبة لي بدون اي منفعة، يعني دائما تكون متأخرة، هذا التعليق يصبح متأخر، وتستطيع ان تؤخر الصورة لكن لمدة 3 ثواني فقط، وهي دائما تكون اكثر من 10 ثواني، 11 ثانية فما فوق. يعني نريد الجهاز ان يصبح يوقف الصورة اكثر من 10 ثواني ليصبح جهاز جيد جدا. واما كما قلت لكم، سلبيته هو تايم شيفت، لا تستطيع عمل تايم شيفت. تايم شيفت لا تستطيع عمل تايم شيفت في القنوات الفرنسية والإسبانية، عكس سات إليميتي. سات إليميتي تستطيع أن تفعل به تايم شيفت في أي قناة تريد. يعني في بعض الأيام تكون هنالك مشاكل، لكن ليست بمثل هذا الجهاز جيو أنا سويت ميني اتش دي. كانت أنا بالنسبة لي هذه هي أهم الأشياء التي استخلصتها من هذا الجهازين. أتمنى أني أنا أعجبكم هذا الفيديو، وإخواني لا تنسوا الاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.